بسم الله الرحمن الرحيم. ازاي حضراتكم النهاردة 17/7/2017. مش هتكلم على الاهلي والزمالك بقى والحاجات دي. حضراتكم شفتوا الماتش وكل واحد وضميره. انا ماليش دعوه، ما مش هتكلم اهو. ما انا قلت اهو المخرج بتاعنا زملكاوي وقال لي ما تتكلمش، فانا مش هتكلم. بس انا هقول لكم حاجه، الاداره بس، حط عينيك على الاداره وشوف ايه اللي بيحصل بعد كده. طيب نركز بقى مع بعضينا في موضوع مهم، وهو موضوع اراضي الدوله. حضراتكم شفتم امبارح يعني الكلام الكتير وقنوات مختلفه تناولت الموضوع، كل من زاويته يعني من وجهة نظره. انما احنا تعودنا في البرنامج ان احنا نحاول نكون موضوعيين، نحاول نكون متوازنين، بلاش موضوعيين. هي القضية فين؟ فاكرين حضراتكم لما احنا استخدمنا نظرية النظارتين، الدولة شايفة موضوع الحكومة، الدولة هنا مقصود به مؤسسات الدولة، والمؤسسات دي في الاخر هي عبارة عن تفاعل حاجتين، اشخاص بينفذوا قوانين بس. يعني لما بقول مؤسسه هي ايه؟ هي اشخاص. ما انت لما بتروح المؤسسه ما بتكلمش مكاتب فاضيه، انت بتكلم بشر. بشر دول موظفين، عشان كده بنسميهم افراد جهاز الدوله. دول بيعملوا ايه؟ بمزاجه كده بيمضي على الورقه اللي تعجبه والورقه ما تعجبوش كذا، ولا في لوائح وقوانين وضابط وكلام زي كده، دي بنسميها القوانين. فانت المؤسسه هي حاجتين، تمام؟ في يعني ممكن تبقى اكتر من كده، بس احنا بنتكلم على حاجتين. الحاجه الاولانيه اشخاص بوظائف بقى مختلفه، رئيس جمهوريه، رئيس وزراء، وزراء، محافظين، وهكذا. ده كل دول موظفين في الدوله، وعندك قوانين بتحكمهم. القوانين دي كلمه عامه بتبدا من الدستور، انتهاء بالقوانين، وبعدين اللوائح، وبعدين القرارات التنفيذيه، يعني في الاخر دي اسمها قانون. فدول مع دول بيعملوا نفس الحكايه، بيعملوا بيعبروا عن مؤسسات الدولة، وبالتالي بنسميهم أفراد جهاز الدولة. فدي ليهم وجهة نظر. يعني أنا بسأل سؤال، وطبعا في وجهة نظر تانية المواطنين. خد بالك حقكم، المواطنين دي هم بقى نوعين برضو عشان نكون واضحين. مواطن زي أنا وزي الأغلبية الكاسحة من الناس، إحنا لا عمرنا رحنا الوراق، أو وكتير ما يعرفش أصلا فين الوراق، طبعا إيه غير الناس اللي ساكنة في القاهرة والجيزة والكلام ده. إنما في ناس أصلا ما تعرفش، وما يعني طب إيه الوراق؟ وفي ناس عايشة على في جزيرة الوراق، في جزيرة الذهب، في جزيرة سين وصاد وعين، كل الجزر اللي طلعت في النيل دهيت. يلا السؤال بقى، ايه وجهة نظر الدولة وايه وجهة نظر الافراد دول هم؟ والافراد اللي هم هنكون افراد مباشرين ليهم علاقة بالموضوع، الناس اللي عايشة في جزيرة الوراق او غيرها، او الناس اللي ما لهمش علاقة بالموضوع والدولة بتمثلهم. تعالوا حضراتكم نشوف كده ساوند بايت، كلمتين قالهم رأس جهاز الدولة اللي هو الرئيس الجمهورية، وإيه موقف الدولة وإيه رؤيتها لموضوع الجزر والتعدي على أراضي الدولة إلى آخره. نشوف الكلمتين دول همت، ونرجع بقى نفصل في وجهة نظر الدولة ووجهة نظر المواطنين، كل واحد بنظارته. إحنا مع الاستثمار ومع تسهيل العمل لكل من يرغب في ذلك، ده الكل اللي بيسمعني يعني. لكن احنا بنحاول دلوقتي نقنن، او مش نقنن، ننظم هذا العمل كدولة، ما بقاش الموضوع بيتحرك بشكل مش علمي ومش منظم. وبالتالي وضع اليد اللي موجود ده بكل صراحة مش مقبول ومش هنقبل، مش مقبول ومش هنقبل. وبمنتهى القوة، بمنتهى القوة، الأراضي المزروعة بس الثمانية والأربعة دول فقط، والباقي الأراضي دي بالكامل المسؤولية دي مسؤولية وزارة الداخلية والقوات المسلحة. الكلام ده مش هيبقى مقبول في مصر تاني خلاص، إن حد يمد إيده كده يقول لك الأراضي دي بتاعتي. لا، مش بتاعتك، دي بتاعت مصر، مش بتاعتنا، مش من حق أديها لك. الكلام ده مش هيتم تاني، ومن فضل حضرتك الكلام ده غير مقبول، مش هنا بس، في اي حتة في مصر. محدش ياخد حاجة مش بتاعته، محدش ياخد حاجة مش بتاعته. هي مش طابونة، هي مش طابونة، اللي عايز حاجة لا لا لا. الكلام دوت. طب ايه الحكاية؟ وجهت لو انا هلبس نظارة الحكومة هقول ما يلي: انا كافراد جهاز الدولة انا مسؤول عن التأكد من انه اهل البلد دي بتوصل لهم حقوقهم بالعدل، مش هقول بالمساواة لكن هقول بالعدل، لانه مش بالضرورة العدل يعني المساواة.
وبالتالي انا ما اكبر دماغي لو الموضوع سهل كده. وايه اللي يتعب المحافظ ولا يتعب الداخليه ولا يتعب. يا عم انا مالي. انما بتيجي الدوله وهنا الرئيس قال لك ايه؟ قال لك ننظم. تنظم عن كلمه نظم. الناس بتوع السياسه واللي يعني بيتعبوا شويه في الاداره، الاداره العامه، يقول لك الدوله هي ذا جريتست ريجليتور، هي اكبر منظم. دي وظيفتها. في العادي كده لو حضرتك شفت يعني السرب طيور طايره ما بيخبطوش في بعض، هم منظمين. انما احنا ما بنعرفش نعمل ده، لازم حد يتدخل، حد يقول لك ادي اشاره حمراء يبقى لازم تقف، وادي اشاره خضراء بتعدي وصف الى اخره. لان انت لو ما عملتش كده عندنا نزعه، لان احنا نستحوذ ونتملك ولا اخره. احنا عشان نفهم وجهه نظر الدوله انا عندي بقى حاجات كتير قوي. هتبص تلاقي حضراتكم كلام بتقوله كل جهه من جهات الدوله. فمثلا يقول لك والله انه في 700 قطعه 700 قرار ازاله للجهات صاحبه الولايه على الارض. ده المحافظ بيقول كده. وتم تنفيذ 30 قرار خلال الحمل. طب هو وجع قلبه ليه؟ هقول لك. تيجي مثلا ورئيس هيئة العامة للإصلاح الزراعي والمكلف بحصر أراضي طرح النهر في الجزر النيلي، يقول لك يا عم في مشكلة كبيرة، أنتوا لما بتتعدوا على أرض الجزر دهيت بتصرفوا في النيل، وبيبقى الصرف في النيل ده بمعدلات عالية جدا، وبعدين بيحصل تراكم فبيتقل المساحة بتاعة النهر. فتبص تلاقي الناس اللي في وسط الدلتا وفي شمال الدلتا يقول لك المية عندنا مش واصلة. انا مالي بقى كحكومه؟ لو انت خدتها من وجهه نظر الناس اللي بتتعدى على اراضي الدوله دي، يقول لك يا عم انت مالك انت كحكومه، انت مالك انت عم كبر دماغك، انت مش قاعد في مكتبك، مالك انت؟ ما تسيبني انا ابني واعمل. ايوه طب والناس اللي هناك دي اللي في الدقهليه وفي الشرقيه وفي دمياط وفي رشيد، ما المايه مش واصله لهم يا مولانا؟ يقول لك انا مالي انا؟ انا مش خدت كفايتي في القاهره؟ لا مش كده. هنا بقى الحكومه تقول لك انا وظيفتي انظم اعمال النهر. هدي لحضراتكم مثال بسيط قوي. الكود الاوروبي في بنى محطات البنزين يقول لك كل مساحه كذا لازم يكون في محطه بنزين. طب وما الحكومه ما تعمل بنزين ولا تعملش، ما تبني عماره احسن؟ يقول لك لا، الارض دي ما ينفعش تكون عماره، الارض دي لازم محطه بنزين وهطرحها للبيع او للايجار او لكذا. طب ليه وجع القلب ده؟ ما تسيب اللي ما بيبني يبني واللي يعمل يبني. لك اه مش هتعرفها غير وحضرتك اللمبه عندك منوره اصفر او احمر وبيقول لك اقرب محطه بنزين على بعد 80 كيلو. على بعد 80 كيلو؟ طب ما العربيه هتقف مني في وسط الشارع. الدوله بتتدخل ليه؟ عشان تحمي الصالح العام. هي وظيفتها كده، ده جزء من دورها، ده جزء من انها تقول لك لو انت تعديت على اراضي الدوله في الحته دي في حد تاني هتضرر. هتبني بشكل عشوائي المايه مش هتوصل للناس اللي في اخر الشارع. هتبني في الجزر العلانيه ده المايه مش هتوصل للناس اللي عايزين يزرعوا واحنا بنعتمد عليهم. اذا الرساله الدوله لازم تقوم بدورها. هو ينفع ان حضرتك تخلف 15 عيل وطول الدوله كل واحد من دول هم تشوفوا لي شقه، تشوفوا لي شقه وتاكليه ورز ومش عارف كذا وكذا وكذا، عارفين هيحصل ايه؟ يقول لك ده عليا. لو انت عايز نعمل كده خلاص هتفرض ضرايب على معتز. ايوه تيجي بتفرض عليا ضرايب ليه؟ يقول لك افرض، اصل انت عندك طفلين بس. اه بس هو عنده 15 وهو قرر يخلف 15، يبقى انت يا معتز ادفع الضرايب اللي تخلي الراجل ده يخلف 15 16 17. انا مالي انا؟ انا مالي؟ انا كواحد عارفين هنتخب مين؟ هنتخب اللي هيجي يقول لي لا انت كمعتز انت مش مسؤول غير انك تربي عيالك، انما عيال الراجل اللي بيخلف 15 و20 انا مالي انا؟ واحد راح بنى عماره 15 دور وهو التصريح بتاعه 8، يقول لك والله اصل العماره وقعت واحنا بنجم في كذا فمعلش يا معتز هندفع عليك غرامه. انا مالي انا؟ يقول لك لا معلش اصل هو ما دام هو احنا سيبناه يعمل كده فلازم كلنا نشيل الشيله مع بعض. طب هو حرامي انا ادفع ليه؟ خد بالك اي حد يقول لك ايه؟ يقول لك لا الدوله والناس تخلف وربنا يزيد ويبارك ومش انا عارف موافق. انت بقى ما دام موافق على الحكايه دي ادفع ضرايب عشان تمول الناس اللي بتخلف دي. ايوه مش انت مبسوط وعجباك وزياده سكانيه وشايف ان ده يعني عزوه والعدد في الليمون والعدد في البطاطس والكلام ده؟ ادفع. انا مش هدفع. انا عايز الدوله تدخل لحمايتي من واحد مصري زيي مش فارقه مع الدوله دي معتز ده بين او سين او انا كلام طبعا عن معتز كشخص. انما انا عايز اقوله ان وظيفه الدوله وهي لابسه نظارتها انها تلتزم بالقانون. لو الدوله ما التزمتش بالقانون ضعنا كلنا. تقول لي طب وانا حقي وانا ما عايز ابني وعايز اكبر وعايز لا تكبر في حدود ممتلكاتك مش على حساب انا. انا هنا مش بتكلم عن شخص اسمه معتز، عن بقيه الناس المتضرره. هو انت تنزل الميه بتاعتك في النيل ويبقى في تلوث ودوسنتريا وبلاوي زرقاء ويقول لك احنا العيال دي طب انا ابني دلوقتي عيه اعمل انا ايه؟ يقول لك لا معلش عيه اصل الناس اللي عندك في الجزيره الفلانيه دول هم اصلهم صرفوا في النيل. طب ويصرف في النيل ليه؟
هو انا وهو العقد اللي ما بيني وما بينه يسمح له ان يبني في اي وقت في اي حته؟ انا كواحد من الناس بقول هو بكل وضوح في حدود اللي اعرفه وظيفه الدوله انها تحمي مصالح اللي مش موجودين. مصالح اللي مش موجودين. انت عارف تحمي مصلحتك، انما مين اللي يحمي مصلحتي انا؟ عشان كده لازم تاخد من الدوله تصريح، ولو ما التزمتش بالتصريح من واجب الدوله مش من حقها، ده من واجبها، ومن حقي انا بصفتي مش حاضر انها تلزمك. لا، انت عليك انك تلتزم بثلاث عيال. انت عليك انك تلتزم بان اللي تخلفهم تربيهم، ولو ما ربيتهمش كويس انت تتحاسب. مش انت تربيهم او مش انت تخلفهم وانا مطلوب مني وانا واقف في اشاره العربيه اديله 2 جنيه عشان مش عارف ايه وخمسه. ابو الولد ده، ابو البنت دي، ما احترمنا للجميع يعني، انا مش بقول لهم كاشخاص، انما اللي عمل ده دي جريمه، ده لازم يحاسب عليها. ازاي طفل في عمر الدراسه ما بيدرسش؟ ليه؟ في واحد قالك يا عم خلف انا مالي ماليش دعوه. لا، وظيفه الدوله انها تحمي الولد ده من ابوه. يا تقدر تربيه وتعلمه يا ما تخلفوش. هتاخد حته ارض، تاخد حته ارض باذننا. مين هنا اذننا؟ الدوله اللي بتمثلنا جميعا. عشان كده الكلام اللي حضراتكم شايفينه ده حاجه مزعجه يعني. حد يموت، معلش هقرا لكم الكلام اللي اتقال. في واحد مات اصابه 8 ضباط شرطه منهم 2 برتبه لواء الى جانب 29 فرد ومجند وعامل من عمال مقاول ازاله التعديات. وقد اسفر كذلك ايضا عن حاله وفاه شاب واصابه 19 شخص من الاهالي. منين انت بتاخد الحق انك تدخل في صراع مع اجهزه الدوله؟ لا، واحد يقول لك ايه الدوله عليها انك تجيب للناس دي شقق في حدود ما تستطيع، انما انا هخلف 15 والدوله تجيب لي 15 شقه؟ لا، مفيش حد بيعمل كده. ده الدول الاشتراكيه اللي كانت بتعمل كده كلها انهارت. ارجو ان بس نحط الامور في ميزانها الطبيعي. واجب الدوله انها تحمينا، وبالاضافه لانها تحمينا انها تساعد الناس دي، انما مش ابدا شرط انها علشان توفر شقق للناس ديت انها تدي للناس التانية الفرصه انها تبني. يقول لك اصل عبال ما هيبنوا دول همك، ما انا اكون انا رحت عملت لنا شقه واثنين وثلاثه وبيت واثنين وثلاثه في اماكن تانية. انا اتمنى ان الدوله تستمر في سياستها مش مع الناس دي، لان ممكن يكونوا اغلب الناس يعني، برضه عشان الصوره تكون واضحه. اتمنى ان الناس دي يكون ليها شقق وليها كذا وكذا ويدفعوا على قد ما يقدروا، انما التعدي على اراضي الدوله ليس مقبولا، لانه الحقيقه كلمه الدوله هنا هي كل واحد مش موجود. ابراهيم راح تعدى على قطعه الارض دي، ابراهيم اغتصب حق بقيه كل، لو احنا 90 مليون يبقى في واحد خد قطعه الارض دي و90 مليون تاني ما خدوش. طب مش معنى انت ليه بتاع ايه يعني؟ على هذا الاساس معركة استرداد الاراضي المنهوبة والمعتدى عليها هي واجب من واجبات الدولة، مش هزار. مش واحد يقول لي الناس غلابة، غلابة نساعدهم على قد ما نقدر، انما ما ندخلش معاهم في صراعات ويبقى فيها قتل ودم وكلام زي كده. انا ما اعتقدش ان احنا يعني بنسدي لانفسنا خدمة بان احنا ندخل في صراعات مع اجهزة الدولة بالطريقة دي. طبعا اتمنى ان مجلس النواب يتحرك، اتمنى انه الحكومة توفر حد ادنى من اماكن يعيشوا فيها لغاية ما الامور دي تتصلح، انما عصر السبهللة اللي احنا كنا عايشين فيه ده لو استمر على كده. وبعدين تقول لك هو البلد دي ليه العيشه بقت فيها صعبه؟ لان احنا عايشين بمنطق السبهلله. اول ما الدوله بتقول انا موجوده علشان انظم حاجه نطلع بقى ب 50 60 الف قصه وحدوته. انا مش عايز اطول على حضراتكم في الحكايه دهيت، ربما يكون انا قلت كلمتين يزعلوا بعض الناس، انما في المقابل ده ما افهمه ممكن يكون مزعج دلوقتي. وشوف حضراتكم لما كنا انا ضيفي الكريم الاستاذ ضياء وكان بيتكلم عن اللي بيحصل في الصين، لا ما يعني معلش الصين هنا مثال، انا ما اقدرش اقول الصين يعني الناس الصين بيعدموا الواحد اللي خالف القانون في حاجات بسيطه عمرنا احنا اصلا هنفكر فيها، بس انا مش هقول ان احنا نعمل ده. بس في نفس الوقت الدوله تدافع عن الصالح العام، الدولة بالذات في حاجة زي كده. الدولة هتقولي في فساد في بعض، في فساد، بس ده مش مبرر. مش تقولي اصل الدولة فيها موظف مش عارف مين خد فساد في مش عارف ايه والمحلات، ده مش معناه اصل في محلات هنا يبقى الصحة تبوظ بقى خلاص مش فارقة. لا، ما تقوليش كله بايظ، اهو كله بايظ دي هي بداية انهيار كل حاجة. البلد دي لسه واقفة على حالها شويتين شويتين. عارف الحديث اللي بيقول لك من قال هلك المسلمون فهو اهلكهم؟ اهو من قال هلك المصريون فهو اهلكهم. لو انت قلت لي كل حاجه بايظه في البلد، ده التعليم بايظ، يبقى خلاص بقى كمان الصحه تبوظ، واللي عايز يبني يبني، واللي عايز طب ما خلاص كده خربت في كل حاجه. هو ايه اللي يخلي الدوله واجعه دماغها بانها الناس تروح عايزين يروحوا ايطاليا ولا يروحوا اسبانيا في هجره غير، اسف، ولا اليونان في هجره غير شرعيه؟
ما المال يا عم، ما اللي يموت يموت، انا مالي انا وانا اقعد دماغي. مركب بتشيل 100 ركب فيها 500 كلهم غرقوا وماتوا، امنعهم انا ليه على الشاطئ؟ في حد عقل يعمل كده؟ في حكومه عاقله تعمل كده؟ انا بفكر بمنطق ناس، يعني بعض الناس اللي شايفين ان الدوله ما مش واجبها انها تتدخل. لا طبعا واجبها، واجبها انها تمنعك احيانا من الشر او الضرر اللي انت بتعمله على نفسك، واجبها ده دورها انها تعمل كده. انت بقى دورك ما تخلفش عيال تضرب عياله وما انتش عارف تربيهم ولا تعلمهم. يا عم خلف على قد اللي تعرف تربيه، ما بقولكش ما تخلفش. تعرف تخلف 5 خلف 5 بس انت مسؤول عنهم، تعرف تخلف 10 خلف 10 بس انت مسؤول عنهم. ما تنساش تخلف 10 وتسيبه بقى يقولك ايه، قول الحكومه لازم تدي لهم كذا وتدي لهم كذا وتدي لهم دعم وسكر، لان الحكومه مش بتجيب من جيبها، مش رئيس الوزراء بيجيب من جيبه، لا ده بيجيب من انا. طب انا مين؟ انا خلفت عيل واحد، انا خلفت 2، انا خلفت 3، مسؤوليتي ايه؟ ان انا ابقى معيل لواحد خلف 40 عيل، واحد مجنون، انا مالي اتجوز 3 4 5 وعمال يخلف ويضرب ويضرب، انا مالي انا؟ اللي يقول لك خلف عيال والعدد في الليمون ولا مش عارف والصين، طب الصين من سنه حاجه و70 بتطبق سياسه الطفل الواحد، مش شاطرين هم؟ مش نبهه قوي زينا هم؟ قال يا عم نخلف وخلاص، خلينا 3 4 مليار وحد فاهم حاجه؟ لا يعني لازم نفكر بقى. اللي هيقول لي البلد تخلف كتير اقول له حلو، احنا هنفرض عليك ضرائب اكتر عشان انت تعول الشخص اللي هيخلف اكتر ده، بس انا ما تقوليش الحكومه تتولى، الحكومه مش هتتولى، الحكومه ما عندهاش، الحكومه مفلسه يعني ماشيها كده ايه من سلف من هنا ولسه الصندوق النقدي مدينا قرشين، لكن مش هنعرف نعيش كل الكلام. بما اننا بنتكلم عن الفلس والحكومه ما لهاش فلوس والكلام ده، عندنا قضيه مهمه جدا جدا جدا، السياحه في مصر. من حسن حظنا ان عندنا شويه ناس بتفهم في السياحه ديت وعندهم خبرات جيده ويعني لا يبخلون عنا بهذه الخبرات. معي الاستاذ ممدوح الششتاوي الخبير السياحي ورئيس الرئيس التنفيذي للجنه الاولمبيه، احنا سعدنا بيه في صوت الامه وكتب لنا عده مقالات يعني ضافيه ولفتت انظار حتى بعض الناس في اجهزه الدوله، والنهارده بنطلب منه ان هو يساعدنا في ان احنا نحط خريطه عمل، نحط برنامج عمل، نحط رؤيه ازاي تستعيد السياحه المصريه عافيتها في الوقت اللي احنا بنواجه فيه هذا الكم الرهيب من التحديات. فاصل وتكون حلقتنا مع الاستاذ ممدوح الششتاوي. اهلا بحضراتكم مره تانية، يسعدني ويشرفني ان يكون مع الاستاذ ممدوح الششتاوي الخبير السياحي ومن ناحيه تانية رئيس التنفيذي للجنه الاولمبيه. انا هحطه امام الجماهير كده مره واحده وهساله اول سؤال واصعب سؤال واهم سؤال، لو كان الامر بيدك تعمل ايه؟ تمام. زي حضرتك يا دكتور. مرحبا. الله يخليك. مبدئيا يعني الناس اللي موجوده يعني في كل حاجه، يعني الواحد لما يجي يقول اذا كان الامر بيدي، ممكن من موجود انت على الكرسي بتختلف وانت برا، بس الموضوع احنا بنتكلم على ايه اللي وصلت له السياحة دلوقتي. بنتكلم على اخر حاجة كانت السياحة فيها موجودة قبل 2011. كنا وصلنا لحوالي 14.5 مليون سائح، اكتر من 14 مليار دولار في السنة. ده الدايركت، غير بقى اللي كان الناس بتنزل تشتري حاجات او 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 او. بس هي المشكلة كانت ايه؟ ان السياحة كان عندنا يعني من اقل معدل دول في العالم فيها ريبيتد جست، اللي هو اللي بيرجع تاني. ده الاسباب كتير جدا، يعني السايح يجي مره ويرجع تاني. يعني العالم كله مثلا السايح بيروح ايطاليا مثلا بيروح اكتر من مره، احنا عندنا معظم الناس اللي كان بيجي دي اقل نسبه تكرار زياره سايح في العالم، فيجي وما يجيش، ما بيجيش تاني لاسباب يعني كتيره جدا بقى، بيتبهدل هنا وبيتبهدل هنا وبيتبهدل هنا وحاجات كتير جدا. احنا بناخده على غفله. لما يعرفنا ما يجيش تاني. السائح بيجي عندنا كان لاسباب معروفه، ديستنيشن قريبه من اوروبا اللي هي المركز الرئيسي اللي هي المصدر او المصدر الرئيسي للسياحه الشاطئيه، اللي هي بتعتمد 70% من الغرف بتاعتنا في سياحه شاطئيه في البحر الاحمر وسيناء. فجايين بطيارات شارتر، طيران عرض برحلات رخيصه، فبيجي للسعر، القرب في فترات الشتاء الجو بارد في اوروبا، فبيجوا هنا رحلات رخيصه بول انكلوسيف. ده بيجي. طيب ايه اعتماد مصر في الفتره اللي فاتت برضو احنا كنا بيمشي ليه؟ الناس مش يعني عشان تروح لمنطقه تانية زي هتطلع تايلاند، هتطلع موريشيوس، هتطلع اماكن بعيده، عدد ساعات سفر اكتر، تكلفه الطياره فيها اعلى، وقت محتاج على الاقل من 10 ايام ل 15 يوم في الرحله. انت ممكن يجي عندك اسبوع تمام جدا، او ويكند اللي هي قريبه، افريج اور 3 ساعات بين المتوسط ساعات الطيران. كانوا على الطلاينه والاسبان والانجليز والفرنسيين. المشكله كمان بقى تركيزنا على السوق، كان عندنا اسواق قليله جدا اللي بنشتغل بيها، وده من الاسباب المشاكل اللي عندنا. السواق ايه اللي بيشتغل عندنا؟ سوق الروسي، الانجليزي،
الاوكراني طلياني الماني ده المين. عشان كده ده برضو من الاسباب الكتيره اللي حصل مشكله فيها. اما حصل مشكله والناس شركات الانجليزيه والروسيه يعني بطلت, في تاني يوم الالماني لا في تاني يوم فنادق قفلت يعني ليه الاوتيل كله الفندق كله روسي كله انجليزي, فالشركه يعني ما فيش انجليز خلاص الناس دي مشت قفل الاوتيل. فده كان دي مشكله الدوله كان المفروض او هيئه تنشيط سياحه او وزاره السياحه المفروض ان انا يعني الطبيعي جدا لما يبقى عندي باسكت بملى فيه حاجه بحط بنوع المنتج بتاعي. طيب المنتج بتاعي اساسا بس هو النسبه أوروبا. الكبيره في اوروبا والنسبه اللي هي الاساسيه او يعني مش عايز اقول لك ما فيش بتمثل اكبر نسبه اوصل اكتر من 75% سياحه شاطئيه. طب انا دلوقتي سياحه شاطئ حضرتك هنجيب مثال بسيط جدا حضرتك مسافر رحله اجازه, فانت لو مسافر اجازه عن مسافر انت واسره حضرتك انت بتاخد راي اول حاجه اولادك اللي لهم اهم وبعدين مرات حضرتك وبعدين حضرتك, فانت الاهم انت بتسافر لهدف الاستمتاع. طب لو في قلق في المنطقه دي انت مش هتسافر, يعني عايز تروح بقى خلاص تروح حته تانية. لكن انت لو كان عندك منتج تاني في المناطق السياحيه اللي هي الشاطئيه بتبيعه معاه يبقى هيجي في حاجات لازم ممكن اسافر عشانها. لو انا رايح للعلاج انا شايف المنطقه دي احسن مكان يبقى فيه علاج, لو انا قلقان من حاجه لا بس انا في احتياجي ايه الاساس فيها, لكن انا رايح اتفسح ممكن لا مش رايح هنا اروح حته ثانيه, لكن انا رايح للعلاج هروح ده ضروره ضروره. فالضروره يعني موضوع بسيط جدا ضروره. طيب ده اللي بنتكلم فيه جزئين سياحه علاجيه يبقى ده رايح لل يبقى لازم انوع المنتج السياحي بتاعي وبرضه خليني في المنطقه الشاطئيه يعني انا عندي يعني خلي المستشفيات اللي احنا نستخدمها تكون في نفس المناطق دي مثلا حاجه بسيطه جدا 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 يعني مش محتاجه يعني خبراء ولا علماء ولا يعني مش كيمياء خالص يعني. طيب كمان عندي حاجه تانية انا ممكن اجي اسافر عشانها حاجتين كمان سياحه رياضيه جنب الاماكن دي منتج اماكن تدريب رياضي او 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 سواء. طب انا عندي كمان من ده بيفيدني في ايه ان انا عندي على الاقل في 30 او 40 لاعب في رياضات فرديه في الرانكينج العالمي يعني من التوب 10 من العشر الاوائل يعني هدايه ملاك في التايكوندو محمد ايهاب في رفع الاثقال لكم لاعب في السكواش اللعبه دي في العاب فيها يعني مثلا علاء ابو القاسم في السلاح في العاب تحتاج تنافس في التدريب يعني حضرتك لما تلاقي واحد في مستوى عالي كده في بلد تانية يحب يجي يتمرن معاه. طب ما انا بعمل معسكرات تدريبيه اقول انا عندي في التدريب هدايه ملاك موجوده في معسكر في شرم الشيخ او في الغردقه والاتحادات مع وزاره السياحه والهيئه تنشيط السياحه تبتدي تسوق يبتدي يجي الناس بدل ما انا كل شويه اطلع ناس بره. انا عندي برودكت عندي منتج ان احنا اللي بنصدر الناس تروح تسافر بره عشان يتدرب. طب ما انا عندي المنتج استفيد بقى بالمنتج هي اقول لهم هدايا ملك موجوده هيجي لها ناس ثانيه عايزه تتمرن معاها وي 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 زي ما انا مثلا في السباحه امريكا متطوره جدا في السباحه بودي الناس بتوعنا يتمرنوا في امريكا هاي خلاص في السباحه, لكن في التايكوندو احنا كويسين قوي في السكواش احنا كويسين قوي في رفع الاثقال احنا كويسين جدا جدا في الرمايه يعني مثلا ننشئ مدينه رياضيه سياحيه موجوده اصلا موجوده في شرم الشيخ موجود موجود وفي الاقصر موجود والكلام ده. امال احنا ايه ما بتعملش ما هنا انا مش عارف يعني ايه بقى الحاجه ثالثه ان انا ممكن لا طب ثانيه واحده انت احيانا بتبقى مش عايز تتكلم في حاجه لا يعني دلوقتي هي موجوده تمام هي تبع مين المدينه دي وزاره ايه وزاره الشباب والرياضه بتديها للناس تعملها إيه؟ انا بقى بشوف وزاره السياحه عملت ايه للسياحه الرياضيه اللي بس غير ان احنا كانه وزاره الشباب وفرت المكان طبعاً. ولا اخر انت بقى خده كمنتج خاص والقطاع الخاص وفر الغرف الفندقيه صح يعني كل والطيارات يبقى انت كسياحه عليك بقى انك انت تروج بقى للمكان ده يعني اما نيجي نتكلم على دول تانية منافسه لك انت عملت ايه في السياحه الرياضيه شغاله كويس جدا انت عملت ايه بس الماكسيمم بتاعنا في الهيئه تنشيط السياحه يقول انا حضرتك مثلا في 6 شهور في 2016 السنه اللي فاتت الاخرانيين 41 بطوله اتعملت في مصر بطوله دوليه وصل فيها عدد اللاعبين اللي فيها اكتر من 2500 لاعب رياضي او 3000 لاعب رياضي 41 بطولة دوليه وعالميه في مصر ايه ده ما يمثلوا مثلا اكتر من 150 دوله منهم حوالي 3000 رياضي عالمي يعني في العاب فيها مثلا سيف في السلاح عالميين جدا من امريكا وفرنسا وايطاليا في التايكوندو جه ناس كتير جدا في لسه في بطوله في شرم الشيخ الاسبوع الجاي بطوله العالم فيها 91 دوله تعمل في شرم الشيخ
بطوله تعلم في ايه؟ في شرم الشيخ للتايكوندو. تايكوندو. تايكوندو. اه حضرتك ايه بقى يعني بطوله السله اللي كانت موجوده باسكت بطوله العالم للشباب معموله في 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 مصر. ايه اللي احنا استفدنا بيه من ده غير ان احنا ممثلين من هيئه تنشيط سياحه وغيرها موجودين في اللجنه العليا للمؤتمرات هنعمل لهم زياره. يعني ايه زياره؟ زياره لده انا عايز يعني لازم المنتج ده اللي موجود. انا عندي لاعب امريكاني جاي مشهور جدا كمان سنه هيبقى من اشهر لعيبه في العالم. اللاعب ده في بلده مشهور جدا. انا ليه ما اعملش معاه 10 ثواني 20 ثانيه اخده في الهرم اصوره بصور محترفين مش ناس اصحابه والناس الفالنتيرز اللي ماشيين معاهم بيصوروه وينزلوه على الفيسبوك هايل. بس انا ما اعملها حاجه بروفيشنال حاجه احترافيه. 41 بطوله دوليه تتعمل في مصر ده افضل. عملوا 75,000 ليله سياحيه. 75,000 ليله سياحيه لا و 3000 بطل رياضي عالمي و 150 دوله. يعني احنا عندنا بالفعل منتج لو احنا زي ما حضرتك بتقول احسننا التسويق ليه عالميا هيرد على كل بقى ما يتعلق بارهاب ومصر مش عارف ايه والكلام ده. في شرم الشيخ بيتعمل في بطوله تنس في سوهو سكوير. بتتعمل على يعني بقى لهم 3 سنين بيعملوها. انا نفسي اعرف ايه اللي استفادوا بيه من حاجه زي كده غير الناس المنظمين او اللي بيعملوها بيدفعوا فلوس والاوتيل واخد اوض ببلاش وده عشان يسووهم. ايه الاستفاده فيها؟ بس الاستفاده ممكن احنا دفعنا فلوس سبونسر. مش كفايه مش موضوع تدفع مش حكايه ان انت تدفع فلوس حكايه ان انت ايه الاستفاده من الـ 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 البطولات او اللاعبين العالميين اللي بيجوا للبطوله دي عملت بيها ايه؟ يعني دي المشكله. فدي السياحه الرياضيه سياحه علاجيه وسياحه رياضيه وكلاهما عندنا كل المقومات وما فيش استفاده. يعني السياحه الرياضيه دي يعني بجد حاجه تزعل جدا جدا. المنشات الرياضيه اللي موجوده في شرم الشيخ المنشات الرياضيه اللي موجوده في الاقصر في اسوان المحافظين بيبذلوا مجهود جدا كبير جدا 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 في وزاره الشباب والرياضه في توفير الحاجات دي في دعمها في لكن وبتتعمل البطوله وبيحضر مندوب من هيئه تنشيط سياحه او الوزاره بيتفرج ويروح. انا 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 بقول ايه صوره صغيره تتصور في مكان سياحي في شرم او في الهرم او على البحر او الولد اللاعب ده اللي هو الامريكاني او الطلياني بيقول انا مبسوط بلغه بلده انا مبسوط انا في مصر تعالوا زوروا بلدنا. هو حضرتك يعني دكتور معتز لما يقول للناس تعالوا زوروا مصر للامريكان ولا واحد امريكي يقول للامريكا تعالوا مين المصداقيه جايه من مين؟ لا وبالذات حضرتك بتتكلم عن بطل رياضي والسبب ان ده مثلا خد البطوله تمام فيبقى هيرجع بلده ده قصه كبيره جدا واحنا مع القصه دي بنقوله خد سوق للي انت شفته في مصر. فيبقى يعني وزاره شباب ولجنه اولمبيه والاتحادات الرياضيه تعبوا كبير كتير جدا جدا عشان اساسا يقنعوا البطولات دي ما بتجيش اللي بتنظم في مصر ما بتجيش بسهوله ده اكيد يعني ده منافسات ودول تانية وفوت والكلام ده بنوصل. فان انت يوافقوا من الدول التانية ان بطوله تتعمل في الفترات اللي انت كنت فيها في الفتره اللي احنا فيها دي ان فيها كم الناس ممكن دول دعاء مضاده ليه ازاي انا مش هاجي هنا او فنبعت لهم نقول لهم لا ده في كان حدث كده والناس موجوده ونبعت لهم صور. طب انت استفدت من الصور يقولوا لا احنا صورناه او عزائي يعني وزارتي امبارح انا مثلا جه في بطوله كره طايره بطوله عالم كمان 10 15 يوم او حاجه في مصر يا نهار ابيض هيئة تنشيط سياحه هتعملهم ايه؟ احنا هنوديهم رحله بالمركب، يعني الحاجه اللي بتتعمل من 30 سنه ما ينفعش لازم نفكر خارج الصندوق شويه، لازم يعني المفروض يتقال هنستفيد الاستفاده من الناس دي ايه اللي جايه دي؟ من الفريق الايطالياني، من الفريق الكندي، من الفريق ده. هيئة تنشيط سياحه فاكره ان دورها انها تقوم بدور كيترنج يعني واكل وشرب. هتعزمهم على البتاع وشاكرين قوي عازمين تعالوا اتفضلوا احنا طابخين النهارده فممكن تيجوا جربت الكشري كويس. فما ينفعش الكلام ده، ما ينفعش خالص، فده فعلا يعني كل الاتحادات الرياضيه هيئه تنشيط وزاره السياحه وزاره الشباب والرياضه اللجنه الاولمبيه تبذل مجهود كبير فعلا حقيقي يعني ان هي تجيب ناس تيجي تلعب هنا. طب احنا عايزين بقول لك نعملها لمعسكرات وبطولات تتعمل هنا. طب موجود جزء. طب ممكن اسال سؤال تاني؟ هو ايه علاقه هيئه تنشيط السياحه بوزاره السياحه؟ ما هي الهيئه المسؤوله عن التنشيط جوه الوزاره. جوه الوزاره يعني لو لغينا الهيئه او لغينا الوزاره يحصل ايه؟ لا هو اساسا انا بس يعني ايه يعني هو دور يعني دور وزاره السياحه في إيه عملت ايه بقى؟ او يعني لا يعني احنا فاهمين دور السياحه صعب عليها في المجالات الثانيه ان مثلا يعني بس انت اوريدي جايب له
فرخه بكشك وبتقول له اهي تعرف تحطها على الفاترينه في اول دور بحيث الناس وهي معديه تشوفها. هو هيتقال بقى ان احنا لا عملنا مؤتمرات وعملنا جلسات وعملنا ورش عمل. يعني الفتره اللي فاتت كان ميسي موجود هنا عشان مكافحه مرض الفيروس اي وبيسوق له حاجه نجاح كبير جدا 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 ان انت في مصر انت عندك بتاع 50 ميسي بيجوا انت الناس كلها بتيجي والناس والرياضيين فده ايه يعني حرام يعني بجد الـ يعني انا شايف فعلا المردود من البطولات اللي بتتعمل اللي استفادت بيه وزاره السياحه صفر اللي هي يعني يعني هما بيحسسوك ان احنا دفعنا فلوس وخلاص لرعايه البتاع عايزين اللوجو بتاعنا يبقى موجود يا جايه عملوا مذكره للرئيس الهيئه رئيس الهيئه راجل محترم جدا وصديق يعني هشام الدميري صاحبي جدا وما فيش اي انا مش حاجه مش بقول حاجه ضده او حاجه بس انا بقصد ايه ان الموضوع يتقدم لهم يقولوا في بطوله كذا هنعمل ايه هندفع لهم 100,000 جنيه او 10,000 جنيه يعملوا مذكره البطوله كذا كذا بيحضر ناس يحضر تمام جدا شكرا البطوله انتهت تمام احنا شاركنا في البطوله في بطوله شراء كانت في الساحل في اسكندريه ايه بطولة يا جماعه مش معقول يعني مش يعني بطوله شراء برضه دوليه لا كانت في اسكندريه اه وجاوا ناس كتير قوي وتلاقي فيه يعني ناس نقلتها واحنا وما يعرفوش اصلا اسكندريه فين خالص وبعدين طب انت اعمل في البطوله طب انت وزاره سياحه او هيئه تنشيط سياحه لبطولات زي دي على الاقل اعزم صحفيين اجانب مش تقول للاتحاد انت هتجيب صحفيين اجانب ما تجيب انت يجيب يصور ويعمل الكلام ده ما تعزم انت على هامش البطوله دي صحفيين اجانب يحضرهم ينقلوا الصوره لا واكيد بيجي كبار المسؤولين في كل لعبه من الالعاب ده هي طبعا مش عارف الاتحاد العالمي ولا الاتحاد الدولي لكره اليد ولا كره ان الهيئه تتكلم ان احنا بنسوق او بنروج لمصادر بننوع المصادر التسويق السياحي لا انا مش شايف تنويع خالص هي حاجه واحده يعني احنا ثلاث اسواق اربع اسواق شغالين فيهم وخلاص يعني ما فيش حاجه جديده هي عندنا مشكله المشكله مش عايزه تسويق المشكله عايزه يعني مش عارف يعني لجنه ازمات ما في لجنه ازمات كان السيده هاله الخطيب يعني واحده من الناس المشهورين في مجال الـ يعني حل الازمات في لا مش في مصر بره مصر كمان طيب ايه احنا فيها في ازمه الازمه دي مش محتاجه تسويق الازمه دي محتاجه شركه بي ار شركه علاقات عامه يعني تخرج بره مصر شركه علاقات عامه خارجيه اجنبيه بتخاطب الناس مش بتسوق احنا عندنا مشكله الناس يعني يا ريت بس الناس مسؤولي وزاره السياحه هي المشكله ايه المشكله صحيح. ايه عشان المشكله فين المشكله فين مشكله نقص ناس نقص فلوس نقص ايه احنا يعني انا زي ما قلت لحضرتك لو البرودكت المنتج اللي عندي موجود اهو شاطئ انت ليه خليته شاطئ بس يعني ما هو ناس جايه خلي يبقى السايح جاي او الراجل الخواجه الاجنبي اللي جاي جاي في احتياج ان هو يجي فالحاجتين اللي هو سياحه علاجيه اللي لسه ما اتكلمناش فيها ونتكلم فيها مهمه جدا موضوع السياحه العلاجيه اما نقارن مصر بتركيا طيب هستاذن حضرتك بقى هنطلع فاصل سريع ايوه بس حلو حكايه تركيا دي كذا واحد من اصحابي راحوا عملوا حاجات ما بين حاجات مهمه جدا واجيب لك الارقام هقول لك الارقام طب رائع هستاذنك هنطلع فاصل سريع وبعد الفاصل نرجع نكمل حديثنا ومهم كلام استاذ ممدوح الششتاوي لانه احنا واضح يعني انا مش بقول افكر بره الصندوق كبر الصندوق شويه يعني انا مش هنغير حاجه خلوا اللي موجود موجود وكل حاجه بس انتوا بدل ما انتوا يعني قاعدين في صندوق قد كده متر في متر خلوه متر ونص في متر ونص وشوفوا ايه البدائل الثانيه وما اعتقدش ان ميزانيه الدوله يعني هتيجي انت دي تتعثر لا سيما ان انت بالفعل عندك منتجات جيده بس عايز حد ينورها بدل ما هي شغاله في الضلمه نورها اكتر فاصل نرجع نكمل نقاش ما دام في مشكله يبقى لازم لها حل او مجموعه حلول وبالتالي احنا دايما طول الوقت بندور على الناس اللي عندها حلول لانه احنا لو فضلنا كلنا يعني نتجاهل المشاكل وبالتالي نتجاهل الحلول هنفضل كل مره بنشتكي وزمان كان عندنا 14 مليون سايح و14 مليار لا ما هو لازم الزمان ده يرجع تاني ويبقى احسن كمان ازاي محتاجين افكار جديده الاستاذ ممدوح الششتاوي قال كلام في منتهى الاهميه عن السياحه الرياضيه احنا عندنا وفقا لكلامه هو اصلا رئيس تنفيذي اللجنه الاولمبيه 41 بطوله دوليه اقيمت في مصر 150 دوله شاركت فيها 3000 بطل رياضي كل حدث من دول كان ممكن يبقى نقول ايه نقطه بدايه بذره صغيره في رسم صوره جديده عن مصر بالذات ان احنا عندنا المنشات وعندنا الرياضيين بيجوا والاتحادات بتشتغل وزاره الشباب طب كل ده حصل ايوه طب مين عارف الموضوع ده؟ اذا كنت انا يعني انا في الاعلام اهو الحاجات دي بالنسبه لي معظمها جديده يبقى معناه ايه؟ معناه انه في خلل ما، الخلل ده جاي منين؟ محتاجين نشوف ليه الخلل ده كمان مش موجود عند الطرف الخارجي، السياحه مهمه جدا جدا انها تتنوع. كلامنا كلمنا بس انا عايز بقى تفاصيل اكتر في السياحه العلاجيه.
ايه السياحه العلاجيه؟ هايل جدا. بس انا هتكلم بس حته صغيره على السياحه الرياضيه. النهارده كان سيد محافظ جنوب سيناء سيد اللواء خالد فوده كان بيكلم، هو اللي طالع عندكم في القناه بيتكلم عن ترويج لبطوله العالم للتايكوندو عنده. ليه ما فيش حد من هيئه تنشيط السياحه طلع؟ يعني هو سيد محافظ بنفسه هو اللي طالع يقول انا عندي كذا وعندي كذا وعندي كذا. فدي حاجه. نرجع بقى نتكلم على طب هو يعني ايه الصعوبه في ان يكون عندنا، هو باين حاجه عيب باين او غلط مش عارف. لا يعني بالظبط والله يعني مثلا انا مش عارف، انا مش شاطر في الحاجات دي، بس انا متخيل نجيب شباب بتوع السوشيال ميديا شاطرين يعمل فيسبوك اكونت محترم طبعا. حكايته ادي مصر واللي بيحصل في مصر وكذا وكذا، واعمل دعايه بدفع فلوس يا عم، ادفع $5,000 في الشهر. منتج يعني حضرتك منتج جالك اساسا يعني السياحه دي جات لك لحد عندك وما فيهاش فيها يعني الناس فيها بطولات عشان الرانكينج بتاع اللاعبين مضطر يجي. هنقول في دول تانية في السياحه ممكن السياحه الشاطئيه مش هيجي هيخاف، لكن هو خلاص البطوله هتنتظر هنا فلازم يجي. طيب حضرتك كلمني على السياحه الرياضيه بس. السياحه العلاجيه اسف. يعني اما نيجي نتكلم على السياحه العلاجيه، ايه المقاومات بتاع السياحه العلاجيه؟ مكان اطباء على مستوى عالي، الحمد لله مصر مشهوره جدا بمجموعه من الاطباء المهره اللي هم مطلوبين بره وبيسافروا بره يعملوا عمليات في اماكن كبيره جدا حتى في اوروبا، بس مش في الدول العربيه، في حاجات كتير، في امراض قلب، في عظم، في عيون، في مجالات مختلفه كبيره جدا. منشات طبيه فعلا، في بعض المنشات اللي هي واخده تراخيص دوليه اللي هي ممكن تستقبل ناس يعني اجانب او السياحه على مستوى عالي جدا، مش كل المستشفيات، مش كل المستشفيات، بس في بعضها هايل جدا. طيب اقامات للمرافقين للمستشفيات دي، في اقامات الفنادق كان اقامات كبيره جدا 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 جدا. طب احنا قاعدين بقى نتكلم عملنا ايه في السياحه العلاجيه؟ مش عايز مش قبل ما اقارن، انا ما بقولش انا عايز دلوقتي اجيب ناس من انجلترا والمانيا وفرنسا يجوا يتعالجوا في مصر. فرق ممكن الناس تقول لا ده مستوى عالي جدا وعندهم الامكانيات او. طب انا ابص ايه الدول اللي فيها احتياج للعلاج؟ انا ما بتكلمش على علاج حضرتك بقى يقولوا ايه لا الحاجات البلاستيك سيرجري والكلام ده موجود كمان، او الحاجات اللي عندنا موجود يعني عندنا، الشغل على اللي موجود، كابيتالايز على اللي موجود، ابني على اللي موجود، على ايه؟ على الطب الحقيقي اللي هو ايه، علاج عظم او عمليات او ايه. الدول في دول ما عندهاش اي خدمات خدمات علاجيه زي ايه؟ زي السودان قليله جدا، نيجيريا عدد سكان كبير جدا جدا وما عندهمش اي خدمات علاجيه، افريقيا ما هو ده افريقيا اللي انا اشتغل عليه، اليمن حضرتك الطياره، في طياره بتيجي الساعه 2 بالليل من اليمن، الرحلات الشركه بتيجي مسمينها الاسعاف، الطياره جايه عليها مثلا 150 هو 130 عيانين. ايه اللي انت عملته؟ انت سبت الموضوع ده كله يعني هي تنشيط سياحه او سبتها لسماسره، بيجوا مستنيين يروح هنا يروح للدكتور ده، الدكتور ده يوديه هنا يجيبه هنا يوديه، مفيش حاجه منظمه. يعني انا لو هلخص اللي حضرتك قلته كله عشان انا بس وقتي خلص، بس انا سعيد بالحلقه دي واكيد هتبعها حاجات ثانيه. احنا محتاجين هيئه تنشيط السياحه او جهه ما، هو احنا محتاجين وزاره السياحه؟ معلش انا هو يعني ده. هو في دول كتير جدا، انا يا ريت وزاره السياحه وحد يقول لي دورها ايه عشان احنا في احتياج. اعتقد انا رايي انا مفيش احتياج لوزاره السياحه خالص كوزاره، مع احترامي لل يعني ممكن هيئه تنشيط السياحه دي تبقى رئيس الوزراء على طول، على طول جدا، حتى يبقى في باور لها، ليها قوه يعني. وزاره السياحه تبقى هي ما انا محتاج تنشيط او شركات علاقات عامه، هي بتتفق مع الناس دي ان القطاع الخاص في السياحه هو مسؤول عن التنشيط، والغرف السياحيه والغرف الفندقيه هي الادارات الغرف هي المسؤوله، فيسيبوا يبقى مش محتاج انت اساسا وزاره السياحه، كفايه هي تنشيط سياحه وتبقى تابعه لرئيس وزاره، هيبقى لها قوه في قراراتها، قوه في اتخاذها للقرار. خليني اشكر استاذ ممدوح الششتاوي الخبير السياحي ورئيس التنفيذي للجنه الاولمبيه، بشكرك شكرا جزيلا، ومستني مزيد من مقالاتك في صوت الامه عن الموضوع ده، لان ده موضوع مهم جدا ان شاء الله، وعايزين نعمل فولو اب ان شاء الله، نشوف بعد شهر من النهارده اكيد ايه الحكايه، عملوا ايه، حد يركز في الموضوع ولا بس عارف ان هو بيقروا الحاجات دي، كل شويه بيتصلوا بيا يتخانقوا معانا. بشكرك شكرا جزيلا. اعزائي المشاهدين، بشكر الاستاذ ممدوح الششتاوي الخبير السياحي، هذا ما امكن اراده وتيسر اعداده وقدر الله لنا قوله. اصبحوا على خير.